الله السوق المسؤول، السوق المسؤول في راس راس كما نرى الان في الداخل، ان بعض قد سكن هذا السوق، كما نرى المحلات التجاريه المحلات الاثريه هذا مع هذا النظام المدني. اين هم المدنيون الذين كانوا يدخلون هذا السوق ويشترون ما يلزمهم من منازلهم لاطفالهم؟ اين رسمة الاطفال الذين كانوا يتجولون في داخل هذا السوق ويشترون العابهم وملابسهم ومستلزماتهم؟ اين هم؟ ما الذي جرى لهم؟ ما حالهم؟ كما نرى لا احد داخل هذا السوق، قد سكنه الرعب. أما أصحاب المنازل أين هم؟ ما الذي حل بهم؟ طبعا سنتساءل ونقول ما الذي جرى لممتلكات المحلات؟ ربما المحلات لم تتدمر ولكنها تعرضت للسرقة، تعرضت للسرقة مشبيحة. ربما لا تحترق، تعرضت للسرقة والنهب من نظام أسد شبيحته. أما أن يسرقوا المنزل أو المتجر، وأما أن يحرقوا القذائف، وأما أن يدمروا بشكل كامل القنابل المتفجرة والقذائف الضخمة، هذا حال السوق المسروق الأثري في مدينة حمص. حاله مع هذا النظام، النظام الذي لم يحترم شيء. كان محلات دمرها او حرقها او سرقها، ان كان منازل كذلك الامر. ورغم كل شيء وما زال الحصار خائف على مدينه حمص وعلى من بداخلها،